مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الحدث 20 أيار 2024. أستقبل في الاستوديو الصحفي والكاتب السياسي صهيب جوهر. أهلا وسهلا فيك أستاذ صهيب. سنكون في مداخلة أيضا مع الباحث في معهد كارنيجي الأستاذ مهند الحاج علي، وأيضا سنكون في مداخلة مع المواطن الفلسطيني وسيم سالم مباشرة من تركيا لإطلاعنا أولا على يعني خبر استشهاد عائلته بأكملها، وأيضا يعني ملابسات اكتشاف نجاة أحد أشقائه من خلال التحقيق الذي أجرته قناة CNN في غزة. وأبدأ معك هذه الحلقة أستاذ صهيب. حدث كبير يوم أمس، لا نزال في طور يعني الاكتشاف المعلومات حول سقوط مروحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. السؤال الأول اللي أول شيء شغل العالم كله، وهل هل يجب التعامل مع هذا الحدث على أنه قضاء وقدر، أم دائما تعرف نحن في عنا المقاربة المؤامراتية الأمور تحديدا يعني مع تطور الأحداث في غزة؟ كيف قرأت هذا الحادث وكيف ستكون انعكاسات هذا الحادث على المشهد الإيراني؟ في البداية من الواضح منذ اللحظة الأولى منذ اختفاء الطائرة لم يوحي أي مسؤول إيراني منذ اللحظة الأولى، بحكي المسؤولين الرسميين بعيدا عن كل الضوضاء اللي بيعملوها بعض الصحفيين والكتاب على السوشيال ميديا المقربين من المحور أو المخاصمين للمحور، أنه ما كان في أي إيحاء مباشر أو غير مباشر لأنه هذه العملية عملية مدبرة. كانت طيلة الوقت كان النقاش حول وعورة المنطقة، ظروف الطقس، التحديات الجغرافية والأمور الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع بهذا المسار. أعتقد أنه هذا الأمور توحي إلى أنه ليست استهدافا أو اغتيالا أو استهداف مباشر للطائرة، وهذا الشيء بكرة التحقيقات الإيرانية وإذا شاركت دول أخرى في عملية التحقيق ستكتشف بشكل أو بآخر إذا كان هذا استهداف أو حادث قضاء وقدر. لكن إذا بدنا نقيم سريعا ما جرى، هذا ما جرى هو ترجمة فعلية للواقع التكنولوجي الذي تعيشه إيران في ظل الحصار والعقوبات المفروضة عليها. هي أمام ظرف اقتصادي وحصار مرتبط حتى بالتقنيات التكنولوجية كتير كبير. اثنين، أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض بها شخصية أولى في إيران وتحديدا الرئيس، ما جرى في العام 1980 مع الرئيس الإيراني في تلك الحقبة، وما جرى في العام 2012 مع الرئيس أحمد نجاد واضطراره للهبوط الاضطراري في إحدى القواعد العسكرية وإلى آخره. كل هذا السياق يؤشر أنه نحن أمام منظومة تكنولوجية ضعيفة لدى الجانب الإيراني رغم كل النقاش المفتوح اليوم حول قدرات إيران العسكرية والعسكرية. من هنا أعتقد بشكل أو بآخر أنه نحن أمام حادث طبيعي يحتاج إلى ربما إلى أسابيع وإلى أشهر لكشف ملابساته الحقيقية. كيف سقطت الطائرة؟ هل تعرضت لعاصفة؟ هل الطيار هو من راح باتجاه الهبوط وما قدر يهبط؟ كل هذا السياق هو بحاجة إلى تحقيق جدي لا خبراء محددين، نحن يمكن ما عندنا هذه القدرة. أكيد. بس ربطا اللي عم تقوله، بتصور صار في يعني تصريح من قبل وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، اتهم يعني طبعا مش بشكل مباشر اما ربطا بالسياق اللي عم بتقوله بانه مقتل الرئيس الايراني والطاقم الدبلوماسي والسياسي اللي كان معه هو سببه امريكي نظرا للعقوبات اللي مفروضه على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، ربطا بعدم قدرتها على استيراد القطع ويعني التكنولوجيا التي بيحتاجها الطيران المدني لتطوير هذه او الحفاظ على سلامه هذا الطاقم. حسب ما بعرف انا انه سنويا يسجل سقوط عدد من الطائرات المدنية الإيرانية. صحيح. وتسبب بمقتل عدد كبير من المواطنين الإيرانيين. بدي أسألك قبل ما يصير أستاذ مهند الحاج علي جاهز معنا عبر تقنية زوم، طيب بعيدا عن الملابسات اللي حتى هذه اللحظة مؤشرات الأولى بتشير على أنه حادث طبيعي وليس حادث أو عمل مدبر، بس في السؤال المرتبط بحصانة أو متانة النظام الإيراني على تجاوز مثل هذا الحدث. الرئيس الإيراني أيضا هو من المرشحين. صحيح. إلى تولي منصب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدلا من المرشد الحالي علي خامنئي. هل خروجه من هذه الصورة يعقد المسائل أكثر حول العملية الانتقالية التي قد يسلكها النظام الإيراني؟
أنا ما بشوف أنه حيعقد، لأنه بالأخير المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، خلينا نقول أنه أصلا هو فقد مجموعة من الأسماء خلال المرحلة الماضية، كان أبرزهم قاسم سليماني الذي اغتيل مطلع العام 2020 في بغداد، وثاني اليوم مع رحيل الرئيس الإيراني بيكون الشخصية الثانية اللي كانت مرشحة لتولي هذا المنصب. لكن إذا بدنا نحكي خسارة على صعيد الرئاسة، أصلا الرئاسة في إيران هي بتشبه رئيس الحكومة السورية اليوم في سوريا، لأن القرار أصلا بإيران عند المرشد الأعلى وعند مجلس الأمن القومي اللي بيديره المرشد الأعلى للثورة الإيرانية. لذلك اليوم الخسارة السياسية برحيل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ليست ممكن على المستوى الشخصي هي خسارة كبيرة لشخصيات مؤثرة بالسياسة الإيرانية، لكن على مستوى انتظام المؤسسات تماماً لا ما بعتقد أنه هناك خسارة كتير عظيمة، انطلاقا من أنه بنية النظام الإيراني وبنية المؤسسات غير مرتبطة، بقاء غير مرتبط بشخص الرئيس أو وزير الخارجية، بدليل أنه بعد ساعة من رحيل أو اختفاء الطائرة صار في تصريح من قبل المرشد الأعلى، ومن ثم أصلا بدأت تداول أسماء حول أنه مين بيخلف وزير الخارجية اللي كانوا عم يتابعوا ملفات مباشرة معه، واثنين مين بيتولى بالوكالة منصب الرئيس إلى حين انتخاب رئيس في إيران. لذلك الحديث عن هذا الموضوع أنا ما كتير بشوفه جدي. الجدي اليوم أنه أكيد إيران والمؤسسة الثورية الإيرانية بزعامة علي خامنئي خسرت مرشحا، وباتت اليوم الساحة مفتوحة لمرشح أساسي اللي هو مجتبى خامنئي، اللي من الواضح أنه صار أكثر الأسماء تداولا وأكثر الأسماء عند حظوظ بتولي منصب خلفا عن مجتبى خامنئي اللي هو نجل السيد علي خامنئي، السيد علي خامنئي المرشد الأعلى الحالي. بدك تسمح لي بالانتقال للأستاذ المهندس الحاج علي مباشرة من لندن عبر تقنية زوم. يعطيك العافية. الباحث في معهد كارنيجي مهندس الحاج علي، مرحبا فيك وشكرا لك على الاستضافة لضيفك الكريم كمان. اهلا وسهلا فيك. ما راح اسالك عن الملابسات وكل ما يعني السؤال اللي اكثر شيء هلا عم بيكون على ألسنة الاعلام، هل هذه مؤامرة، هل الحدث قضاء وقدر؟ بدي اسالك اكثر عن المرحلة التي ستلي هذا الحدث. هل يشكل مقتل الرئيس الايراني والطاقم الدبلوماسي اللي كان برفقته ومنهم يعني رجل محوري في النظام الايراني وهو وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، هل يشكل ذلك خضة للنظام الإيراني ولك أو يعني انتظام المؤسسات في إيران هو سهل للغاية ويمكن تجاوز هذا الحدث بسهولة عبر الإجراءات الدستورية والمؤسساتية؟ بالتأكيد خضة، ولكن هذا نظام يعني معتاد على الخضات. هذا تاني رئيس يقتل على كرسي الرئاسة طبعا بعد محمد رجائي الذي اغتيل عام 81 بعد شهر، أقل من شهر على انتخابه. هذا النظام خسر مثل ما قال صهيب سابقا، خسر قاسم سليماني، خسر قيادات أساسية، وهو معتاد على هذه الخضات وبإمكانه تجاوزها. طبعا دستوريا 50 يوم لحد الانتخابات، في نائب الرئيس مخبر هو الذي سيتولى المسؤوليات حتى ذلك الحين. على مستوى الرئاسة يعني هناك أسماء عدة مطروحة، بما أنه الحادث حصل بالأيام الماضية يعني اليومين الماضيين كانت الأمور داخل يعني النظام دخل بهذا النقاش بهاليومين الماضيين، هناك أسماء أخرى ستتبلور. طبعا اسم قاليباف بصفته شخص كان عمدة طهران ومرشح رئاسي جدي ومن فريق المحافظين، هذا اسم اليوم يتردد بشكل كبير، ولكن بعتقد صح لي إذا أنا وهو من الفريق الذي سيتولى إدارة السلطة إلى حين إجراء الانتخابات كونه رئيس مجلس النواب على ما أعتقد، لأنه بالمرحلة الانتقالية نائب الرئيس يحكم بمساعدة أشخاص مركزيين في النظام الإيراني. صحيح، يعني بيكون هو جزء من الكليك المحافظ الأساسي، فلذلك له دور بالمرحلة الانتقالية، ولكن أيضا هو من المرشحين الأبرز على هذا المستوى. على مستوى النقاش الحاصل بالنسبة لخلافة خامنئي نفسه أو خلافة المرشد الأعلى، طبعا رئيسي كان من الأسماء البارزة،
من الصعب أنه ينجاب، يعني حتى قيل يومها أنه الدخول بالرئاسة كان على ارتباط بخلافة المرشد، ومن الصعب أن يهبط اسم آخر بالمظلة بهذه السرعة. فلذلك على هذا المستوى برأيي التفكير بأثر رئيسي أكثر أهمية من التفكير بخلافة رئيس الجمهورية. يعني هناك انتظام، هناك مؤسسات، وهناك أيضا مؤسسة يعني مسؤوليتها مهمة ولكنها محدودة مقارنة بما يملك المرشد. ولذلك كان المرشد سريع بالقول بأنه لن تتأثر الجمهورية الإسلامية ولا آخره، ولكن على مستوى الخلافة، وهو السؤال الأبرز، له علاقة باستمرارية النظام، له علاقة بمستقبل هذه المجموعة التي تسيطر على الحكم في إيران منذ عام 1979. المسألة الأساسية هي من هو الاسم الآخر الذي بإمكانه الاطلاع بهذه المسألة. طبعا هناك مجلس بإمكانه أن ينتخب شخصية، ولكن أعتقد هلأ داخل النظام هناك صراعات ستشتد بعد مقتل رئيسي. هذا اللي بدي أسألك بالتفصيل أكثر عن يعني المسألة المعقدة لخلافة المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي، ولكن بنفس الوقت وعلى الرغم من يعني هذه هي تتجاوز بأهميتها مسألة الاستحقاق الرئاسي، بس حتى حين انتخب الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي لمنصب رئيس الجمهورية كان في استقطاب، وكان هناك خلاف حاد كبير جدا بين المحافظين والإصلاحيين. وبعد حسم هذه المسألة تولى رئيسي رئاسة الجمهورية، وأيضا خلال ولايته حصل هناك عدد كبير من إذا بدك الأحداث، منهم التظاهرات ربطا بمقتل مهسا أميني، وتعرض النظام إلى خضة إضافية. نحن حنرجع ندخل بنفس السياق مجددا، هل الأحداث التي سبقت أو التي تلت انتخاب إبراهيم رئيس سيكون لها انعكاس كبير على التجاذبات الموجودة داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ربطا بالاستحقاق الرئيسي الرئاسي، أو سيتم تجاوزها بسهولة والاستحقاق الأدق أو الأصعب هو استحقاق المرشد الأعلى؟ الأدق والأبرز هو استحقاق المرشد الأعلى طبعا، ولكن يعني علينا تذكر الأحداث التي تلت وفاة المرشد السابق اللي هو الإمام الخميني. حين توفي علي خامنئي الذي كان رئيسا لولايتين متتاليتين، جاء كمرشد بتوصية طبعا من رفسنجاني الذي قال أن هناك وصية للإمام الخميني في هذا المجال، وتسلم وتبوأ هو الرئاسة. يعني كان هناك نوع من اتفاق تسوية ما بين الرجلين أفضت إلى توزيع هذه المهام. اليوم المنصب الرئاسي هل هو بنفس الأهمية الذي كان عليه حين توفي الإمام الخميني، لجهة أن الرئيس هو مرشح أيضا لتولي منصب المرشد في حال وفاته؟ إذا كان ذلك الأمر، فأعتقد ستكون عملية اختيار الرئيس المقبل بنفس الأهمية، وسيتدخل النظام بالطريقة نفسها، بالتالي ستبقى الرئاسة ضمن معسكر المحافظين ولن تنتقل إلى الإصلاحيين. يعني أنا أعتقد بأنه لأننا نحن اليوم دخلنا في هذه المرحلة الأخيرة، بما أنه المرشد في الثمانينات والأخيرية، التفكير اليوم هو بمستقبل النظام، ولذلك من الأرجح أن تبقى في معسكر المحافظين وأن يبقى الصراع مع الإصلاحيين خارجه في المرحلة المقبلة، والتركيز سيكون على اختيار شخصية ستلعب إن لم تكن هي المرشحة الأساسية لمنصب المرشد، ستلعب دورا أساسيا بالعملية الانتقالية ما بين مرشدين. فهون يعني أعتقد أن علينا التفكير بموقع الرئاسي بهذه المرحلة تحديدا بشكل مختلف عما كانت عليه قبل سنوات عديدة، حين كان هناك هذا الصراع الأساسي هو المحافظين والإصلاحيين والآخرين. قبل ما أسألك سؤال عن يعني تأثير أو تداعيات أيضا يعني ضمن الطاقم الذي قتل، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والذي لديه دور محوري في التطورات في الأحداث الأخيرة في المنطقة ومنهم لبنان، بس أيضا من يعني
ما نعرفه عن الخلافات أو إذا بدك أو دقة هذه المرحلة الانتقالية، أنه أحد المرشحين إلى منصب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو مجتبى خامنئي، أي نجل المرشد الحالي علي خامنئي. برحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تقدم هذا الاسم، مع العلم بأنه هناك اعتراضات أو هناك عدم رغبة ربطا بالنهج الذي تتبعه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدم تكريس منطق الخلافة. هل تقدم هذا الاسم ولا هو دائما اسم موجود ولكن لا يحظى بهذه الفرصة بأن يتولى هذا المنصب؟ من الصعب يعني ترويج اسم يعني نجل المرشد بصفته خليفة له، يعني هناك مثل ما مهسا أميني ما قتلها الانتفاضة التي حصلت، هناك تاريخ من الانتفاضات الداخلية. هذا نظام لديه أزمة شرعية لدى الشعب ولدى الرأي العام، أن يأتي باسم هو نجل للمرشد السابق، يعني أعتقد هذا ستكون مشكلة بالنسبة له، وقد يقدم على ذلك. يعني هي الأنظمة تفعل ما يروق لها وما ينسبها، وضمن طبعا ضمن الانعكاس لصراع النفوذ في الداخل. ولكن لا أعتقد بوجود الحرس الثوري وبوجود قيادات أخرى داخل النظام بأنه مجتبى خامنئي سيكون أساسي بالمرحلة المقبلة، ولكن يعني هو شخصية تتمتع بنفوذ، لديه نفوذ مالي واقتصادي والأخري، ولديه شبكة علاقات والده في محلها، وقد يكون أحد الأطراف التي ستلعب دورا بالمرحلة المقبلة وبالمرحلة الانتقالية. التفكير كان برئيسي بأنه هو شخص من صلب النظام، وهو لديه ولاء شديد للنظام ومؤسساته، وهو شخص غير صدامي، يعني شخص مقبول وطيع بشكل عام داخل أروقة النظام. وكان التفكير هو أنه إذا أتى كمرشد سيسمح لهذه الأقطاب المختلفة بممارسة نفوذها، أكان الحرس الثوري ولا أكان مجتبى خامنئي وغيره. وربما التفكير بالمرحلة المقبلة هو كمان الاتيان بشخص مماثل وترويجه بصفته شخصية أساسية من أجل ضمان استمرار النظام. بالنهاية هو في مرحلة هلأ مرحلة حساسة جدا، المرشد في سن متقدم ويحتاج إلى يعني تقديم شخص لضمان استقرار النظام بالمرحلة المقبلة. لا يمكن أن يتوفى وأن يترك الأمور يعني تخوض مرحلتها الانتقالية. صحيح. أنا سألتك يعني صعب. هناك عدم استقرار بالمراحل الانتقالية. يعني أنا سألتك هالسؤال تحديدا لأنه يعني مثل ما بلشت الأسئلة خلينا نقول المؤامراتية إلى حد ما ربطا يعني توقيت الحادث والدولة اللي كان موجود فيها أذربيجان والعلاقة التي تربطها مع إسرائيل، أيضا لأنه هذا الحدث حصل في مرحلة حساسة جدا وانتقالية مرتبطة بمنصب المرشد الأعلى. عم بسألك هذا السؤال ربطا بما نتوقعه بأن يحصل في المرحلة اللاحقة، بربط هذا الحادث بتوازنات النظام نفسه وربما لتسهيل وصول مجتبى خامنئي إلى منصب مرشد الأعلى عبر إزاحة الاسم الأكثر ترشيحا. هل ولو ليس هناك معطيات، بس هل ممكن أن تفكر للحظة بأنه قد يكون هذا الحادث ليس قضاء وقدر إنما جزء من اللعبة السياسية داخل النظام الإيراني، ولا هذا المسألة مستبعدة جدا وليس هكذا تحصل الأمور في الجمهورية الإسلامية؟ ممكن أن يكون أي شيء طبعا، يعني وممكن أن يكون حادثا مثل ما أنت ذكرت في يعني دائما حوادث طيران بإيران. هذه دولة لم تجدد أسطولها الجوي بشكل جيد نتيجة العقوبات ونتيجة الحصار الواقع عليها، وممكن أن يكون أي من هذه الاحتمالات. ممكن يكون صراع داخلي، ممكن يكون حتى يمكن قرار إرسال الطائرة بظل هذه الظروف الجوية السيئة وهذه المنطقة الوعرة إلى آخره، قد يكون القرار نفسه له علاقة بذلك. ولكن هذه أمور كلها تقع في إطار يعني التقديرات والتساؤلات. ومن الصعب الجزم بأي اتجاه، ولكن بالتأكيد
يعني هذا حادث مهم وسيكون له أثر على مستقبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسار المرحلة المقبلة. ولكن كمان أيضا يعني نتذكر أنه هذا نظام يعني يتعامل مع الخضات ولديه قدرة على التعاطي معها، وممكن أن نرى يعني تحولا بالمرحلة المقبلة باتجاهات أكثر تشددا مما رأيناه خلال السنوات الماضية، وممكن يعني كمان أيضا أن نرى أقطابا جديدة تصعد تمثل يعني الواقع النفوذ أو توزع خريطة النفوذ الحقيقية في الجمهورية الإسلامية. يعني التفكير آدم له فترة عم يقال بأنه إيران السلطة تتحول تدريجيا من الشخصيات الدينية وهذا الجيل الذي كان قائما على الثورة بالسبعينات إلى الحرس الثوري إلى العسكرة أكثر، يعني تتجه من كونها جمهورية مؤدلجة ولها علاقة بالثورة الإسلامية بإيران الثورة الخمينية باتجاه كونها أكثر سلطة خاضعة للنفوذ العسكري في إيران. فممكن أن نرى تحولا يعكس هذه خريطة النفوذ التي نسمع عنها كثيرا بالآونة الأخيرة. بدك تسمح لي سؤال أخير ربطا بي أيضا، يعني وجود وزير الخارجية الإيراني ضمن الطاقم الذي يعني الذي قتل حسين أمير عبد اللهيان كان له دور محوري في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالعلاقات العربية الإيرانية، وأيضا له دور محوري في الأحداث الأخيرة المرتبطة في حرب غزة وأيضا لبنان. هل وفاته أو هل مقتله يعني يؤثر على هذه الحركة، ولا يعني وزير الخارجية أو منصب وزير الخارجية أكبر بكثير من الشخص الذي يتولى هذا المنصب، وبالتالي خسارته أو ابتعاده عن الصورة لا يؤثر على مسار الأمور؟ صحيح، هو كادر أساسي يعني وكان مستلم فترة من فترات العلاقة مع أفريقيا، وأيضا كان من التسعينات جزء من الكادر مع الخارجية الإيرانية، وهو من الشخصيات اللي كانت مؤثرة بملف التطبيع مع المملكة العربية السعودية وإعادة تطبيع العلاقات ما بين إيران والمملكة العربية السعودية بالآونة الأخيرة باتفاق السنة الماضية اللي صار ببكين. أعتقد بأن الخارجية بصفتها مؤسسة هائلة وليست مؤسسة صغيرة لديها كوادر كافي لضمان استمرارية هذا العمل، وأيضا ملف السياسة الخارجية على حد كبير هو بيد المرشد وهو يؤثر فيه. طبعا لديه شخصيات قريبة منه بداخل المؤسسة الخارجية مؤسسة وزارة الخارجية، وبإمكانه الدفع بإطار انتقالي بالمرحلة المقبلة من دون التأثير بمسار العلاقات مع السعودية بمسار السياسة الخارجية بأماكن أخرى، وأيضا العلاقة مع روسيا اللي كان هو جزء منها وعلاقة مع دول الجوار. شفنا الرئيس الأذربيجاني بيوصفه بأنه كان صديق لأذربيجان، صديق لتركيا، صديق لباكستان، صديق للدول العديدة، ورأيي بإمكان الحفاظ على هذه العلاقات من خلال المكاتب أو الأقسام المختلفة الموجودة بالخارجية، وأيضا المرشد الشخصيات القريبة منه بداخل هذه المؤسسة. أنا سألتك هذا السؤال ربطا يعني الصفتين التي تطلق على حسين أمير عبد اللهيان ومن يعني والوزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف. يوصف حسين أمير عبد اللهيان بأنه مطبق سياسات لما يريده المرشد الأعلى أو المؤسسة الحاكمة في إيران، بينما كان يوصف محمد جواد ظريف على أنه صانع سياسات. فبالتالي السؤال مرتبط بأنه غيابه من المشهد يمكن استبداله بسهولة من قبل من سيستمر في تطبيق السياسات العامة التي وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو حتى منصب المرشد الأعلى، ولا يشكل بذلك خطة كبيرة للسياسة الخارجية الإيرانية؟ سؤال مهم، هيدا ملاحظات أساسية، لأنه رأي يعني أمير عبد اللهيان كان يوصف محمد جواد ظريف بأنه هو ممثل الحرس الثوري الإيراني بالخارجية. فهل اختياره كان له علاقة بهذه المرحلة الدقيقة والحساسة؟ هي مرحلة انتقالية يعني يرتقبها الجميع، لها علاقة بخلافة المرشد، كان اختياره على هذا الأساس.
فعلى النظام اليوم أن يبحث يعني عميقا في بين رجالاته لإيجاد شخصيات مماثلة لها تاريخ مماثل وقادرة على إدارة المرحلة المقبلة. يعني هذا النوع من الأنظمة. يعني ذكرت سوريا بالحديث السابق، برأيي مثال مهم، لأنه كمان سوريا رأت عملية انتقالية ما بين حافظ الأب والبشار الابن، بحيث جيء بشخصية مثل طليس، يعني وزير الدفاع السوري، له شخصية قريبة من النظام وشخصية أساسية كانت بهذه المرحلة الانتقالية، سلمت السد لشخص لبشار. هون التفكير مماثل جدا، يعني سيبحثون عن شخصيات موالية، هذه مرحلة دقيقة سيتم اختيار هذه الشخصيات بعناية، وسنرى تدخلا عميقا للنظام باختيار هذه الشخصيات. لن يترك الأمر للناخب. صحيح. مجلس صيانة الدستور يعني سيختار الشخصيات وسيصمم الانتخابات بشكل دقيق، بحيث يعني يختار الرئيس قبل أن ينتخبه الناس وقبل أن تجري العملية الانتخابية بالمرحلة المقبلة. طيب إذا بتسمح لي بعد سؤال، ويعني عذرا الأستاذ صهيب حبيبي بدنا نترك شوي. دكتور مهند أستاذنا أصلا، أهلا وسهلا فيك. وفي هذه المرحلة الحساسة وهذه المرحلة الانتقالية، هناك تطورات كبيرة ومعقدة تحصل في المنطقة، وإيران لها دور كبير فيما يجري، ويعني لم تتضح الصورة إلى ماذا ستستقر الأمور بعد انتهاء حرب غزة، وكيف سيكون هناك ترتيب للمنطقة، لأنه هذا الحدث إجا بكل يعني في سياق كل هذه التطورات. في مرحلة انتقالية سيعمل النظام مثل ما قلت أنت على هندسته بشكل طريق بشكل معين لانتقال سلس وتجاوز هذا الحادث. هل تتوقع بأنه خلال هذه المرحلة الحساسة أن تتزايد الضغوط أو تتزايد التدخلات أو سمها ما شئت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتشكيل ضغط إضافي على النظام في الداخل لكي يقوم بتنازلات معينة في مناطق تأثير في المنطقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل الاتحاد الأوروبي، من قبل كل الدول التي تنزعج من الدور المتزايد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة؟ أكيد الخصوم النظام سيستغلون هذه الفترة اللي فيها فراغ بسدة الرئاسة وفراغ بالخارجية يعني، ولكن هذه ملفات الأمنية والعسكرية والأخرى بيد المرشد نفسه، والحرس الثوري الإيراني له أيضا دور فيها، وبالتالي سيحاولون عدم إجراء أي تنازل بهذه المرحلة. يعني هذه المرحلة الانتقالية ستتسم بمزيد من التصلب من أجل الحفاظ على المكتسبات، حفاظ على قدرة النظام بالمرحلة المقبلة، عدم الاتيان بشخصيات تسووية له علاقة بهذا التفكير، بأنه هذا ليس وقت ليوني، هذا وقت يعني حماية النظام وحماية مكتسباته ونفوذه في المنطقة باتجاه أن تأتي هذه العملية الانتقالية وأن تكون سلسة وفيها حماية للنظام نفسه ولاستمراريته بالمرحلة المقبلة. وهذه منطقة، يعني هذه منطقة خطر، يعني ستكون ضمن إطار الخطر. ولكن بالوقت نفسه لا أعتقد بأن النظام مثلا سيصعد، يعني هلأ في عملية رفح، والتفكير هو يعني هل تسمح إيران من خلال حلفائها بأن تستكمل إسرائيل ما تقوم به مثلا في منطقة رفح خلال هذه الفترة الانتقالية 50 يوم، أم يعني تحاول التخفيف من احتمال التأزم والانفجار بالمنطقة. أنا رأيي يعني هذه مرحلة دقيقة يحاولون فيها موازنة الأمر، وقد يؤثر ما حدث يعني هذا الحادث في حسابات النظام لجهة يعني عدم الانجرار إلى مواجهة واسعة، إذا كانت ضمن حساباته سابقا، لا يبدو أنها كذلك. يعني شفنا يعني حرص كبير على محاولة إبقاء الأمور ضمن إطار محدد، ولكن لا أعتقد بأن هناك تنازلات، يعني لن تكون هناك تنازلات
أو خسائر لدى النظام قد لتجاوز هذه المرحلة الحساسة أو هذه المرحلة. أعتقد بأنه سيحافظ عليها، ولكن بالوقت نفسه إذا كانت بحساباته أنه ممكن يكون في مخاطرة كبرى من أجل إنجاز ما بحرب غزة، أعتقد بأنه يعني هذا الحادث قد يؤثر في هذه الحسابات. الباحث في معهد كارنيجي مهند الحاج علي، أنا بدي أشكرك على هذه المداخلة وعلى كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. ونعود إلى استوديو وضيفي في الاستوديو الأستاذ صهيب جوهر. طولنا شوي مع دكتور مهند. دكتور مهند هو أستاذنا يعني، فنحن يعني كان في كأنه هو نحن حكينا يعني متخصص في أشياء، فكان ضروري ناخذ مداخلة منه. سننتقل يعني أعطينا الحيز الحادث أهميته، ولكن أيضا يعني بموازاة هذا الحدث الحرب على غزة مستمرة، يعني العملية العسكرية في رفح وأيضا يعني في الشمال مستمر. بالفترة الأخيرة كنا قد شهدنا على الحدث الأكبر وهو قبول حماس بمقترح الهدنة الذي رفضته إسرائيل وكملت. هل دخلنا في مرحلة مختلفة ومرحلة جديدة من المفاوضات، أم لازلنا عالقين فيما يعني بنفس المكان الذي توقفت فيها المفاوضات حين قبلت حماس بالمقترح المصري الأمريكي؟ خلينا نرجع لموضوع المفاوضات تحديدا، لما قاله رئيس الحكومة القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن منذ أيام حين تحدث في مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي حول أنه المفاوضات في هذه اللحظة متوقفة، لكن بالتوازي سيعود خلال أيام ويليام بيرنز رئيس CIA إلى المنطقة، وسيلتقي المسؤولين في قطر وفي مصر وفي إسرائيل. والواضح أن هناك على ضوء ربطا بالانتخابات الأمريكية مقترح جديد والواقع الانتخابي للحزب الديمقراطي وانقسام الكتلة التصويتية إلى ثلاث أقسام، جزء أساسي منه وتحديدا فئة الشباب مهتمة تقاطع الانتخابات لأنه مش هتنتخب ترامب، وبالمقابل مش معجبة بموقف بايدن من خلال الحرب. كل هذا المسار يدفع الإدارة الحالية للذهاب إلى إيجاد حلول، أولا تكرس الواقع الإسرائيلي بما هو عليه، يعني الحفاظ على ماء الوجه الإسرائيلي بعد فشل بنيامين نتنياهو من تحقيق أهداف الحرب المعلنة اللي هي القضاء على حركة حماس واغتيال القيادات الرئيسية، لأنه اليوم يحيى السنوار بات يتجول في يعني على محاور القتال في قطاع غزة، ما يعني أنه كل هذا السياق الذي تحدث بات يتجول يعني يعني هذا أول شيء كشفته قيادة حماس، واثنين لم تنفيه القيادة الإسرائيلية، ثلاثة انكتب منذ أيام في الواشنطن بوست أنه هناك إسرائيل ضيعت فرصة اغتيال يحيى السنوار، ما يعني أنه القدرة على تحقيق أهداف الحرب باتت شبه معدومة. اليوم يأتي الأمريكي لفت كتير هذا الشيء، لأنه يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بداية المعركة وصف يحيى السنوار بأنه رجل ميت يتنقل dead man walking، على اعتبار أنه يعني يستحيل أن يسمح بانتهاء هذه الحرب قبل أن تقوم إسرائيل بعملية اغتيال له، فيبدو مرتاح أكتر مرتاح يعني أنت اليوم حتى حماس لم تؤكد اغتيال مروان عيسى، ما حدا بيعرف في قيادات وجوه أساسية في حماس مختفية عن المشهد، هذا لا يعزز فرضية أن قتلت، قد يعزز فرضية أن حماس لا تزال تدير المعركة بطريقة عملاتية متقدمة. هذا الشيء بالأخير هؤلاء أبناء الأرض وأبناء الميدان، ويدركون أنه هن من اللحظة الأولى للدخول بهذه الحرب شو هو المسار اللي ممكن يروح عليه. لكن أنا ما بدي يروح على هذا التصنيف والتوصيف، لأنه الواقع الميداني هو من يوصف نفسه. الأساس اليوم أن الأمريكي يريد تحقيق إنجاز أساسي قبل الانتخابات الأمريكية. قبل أسابيع جرى اجتماع اللي هو اللجنة السداسية العربية، يعني مصر، الإمارات، السعودية، السلطة الفلسطينية، قطر والأردن، وانضم إليهم أيضا وزير الخارجية الأمريكي في المملكة العربية السعودية. لكن قبل هذا الاجتماع جرى اجتماع بحسب ما سرب وكتب اصلا بصحف عديده من الاخبار ومن الشرق الاوسط، انه صار في اجتماع على مستوى مسؤولي المخابرات والامن القومي بهذه الدول، واشتغلوا مع لواء عباس كامل على ورقه مواصفات لمرحله الحل الامني واليوم التالي في قطاع غزه.
وقسموها على مرحلتين، لانه بعيدا عن الـ عن الـ عن الاداء المباشر تبع الامور العملانيه اليوميه المرتبطه بالحياه والاعمار وكذا، في اسد امني وعسكري هو يجب ان يكون حل. شافوه بالاجتماع السداسي، بالاجتماع السداسي قدموه لبلينكن، بلينكن ابدا اعجابه بالمرحله الاولى اللي اصلا تتطابق مع الورقه الامريكيه ومع الطروحات البريطانيه ومع شو ما بدك. اثنين، وقت اجوا على المرحلة الثانية اللي هي اجت حل حماس، اقترح حكى بكل صراحة في هذا الاجتماع انه فكرة القضاء على حركة حماس ليست فكرة جدية، حماس موجودة الى هذه اللحظة، واقترح انه ان نعود الى مرحلة 91 خلال اتفاق اوسلو اللي صار فيها اعادة جلب كل المقاتلين اللي كانوا في بيروت وادخالهم ضمن المؤسسات الامنية والرسمية. الاقتراح الامريكي يقوم اليوم على حل حركة حماس وكتائب القسام، انضمام شخصيات المعتدلة الى منظمة التحرير الفلسطينية. بالنسبة للكوادر انت ما فيك تعمل عمليات اعدام ميداني لالاف المقاتلين، جرى اقتراح ان يجري ضمهم الى الاجهزة الامنية والاستخباراتية في قطاع غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية. والاكيد انه فكرة تشكيل حكومة برئاسة محمد مصطفى، الواضح انه ما حقول لم تحظى بدعم امريكي، لا كان في رضا امريكي عنا، لكن اليوم في الأوساط وفي الكواليس هناك حديث جدي عن إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية، وهذا جانا نقاشه بشكل جدي في قمة البحرين، وقيل هذا الكلام لأبو مازن أنه بمرحلة ما سيجري استبداله شخصيا، وهناك اليوم أسماء جدية يجري طرحها، مصطفى البرغوتي، حسام زملو، في محمد دحلين طرح نفسه اليوم، حسام زملو السفير الفلسطيني في لندن، ومصطفى أيضا مصطفى البرغوتي رئيس المبادرة الفلسطينية الوطنية، وهناك أسماء عديدة يجري اليوم التداول فيها لا أن تكون مرحلة ترضي منظمة التحرير وحركة فتح والمجتمع الدولي، وبنفس الوقت تطمئن حماس ولا تستفزها، بدليل انه كل هذه الاسماء من محمد دحلين لا حسام زملط لا مصطفى البرغوثي كلهم كانوا عم يعملوا نقاشات بالدوحة مع حركة حماس. حسين بدران وخالد مشعل كانوا عم يشوفون بشكل متتالي ومستمر. ما يعني بعيدا عن فكرة دمج كتائب القسام وحماس، لكن حماس اصلا مهدت لفكرة تخلية عن المقاومة في المستقبل في حال جرى توصل إلى اتفاق سياسي كتير كبير، وهذا الشيء اليوم عم ينشغل بين جاك سوليفان وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول موضوع التطبيع السعودي الإسرائيلي والنقاش الجاري بشكل سريع حول هذا الموضوع. لكن عم يقترح كان الجانب السعودي الدعوة إلى مؤتمر سلام عالمي تستضيفه الرياض، بيجمع كل الأطراف المتنازعة في القضية بموضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والذهاب إلى دولة حقيقية فلسطينية. هذا المسار يحتاج إلى حل أصلا بالشارع الإسرائيلي، وهذا اليوم عم نشوفه من خلال التبدلات، والواضح أنه هذا اللي بدي أسألك، هل زيادة الضغط الداخلي في إسرائيل وتهديد غانس لنتنياهو بضرورة التوصل إلى خطة يعني زمنية معينة هو يتقاطع ويتزامن مع ما حصل في المملكة العربية السعودية والاجتماع السداسي وبداية تبلور تصور جديد؟ هيدا يتزامن حتى مع نشاط أمريكي لافت حتى داخل حزب الليكود الإسرائيلي لإعادة تشكيل حزب الليكود للدفع باتجاه فرط الحكومة الإسرائيلية الحالية. كل السياقات والمسارات وشو ما بدك تشي بأنه هناك رغبة اليوم أمريكية واضحة وجدية بالإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو، لأنه وصل الواقع مع إلى حيث مسدود. رغم كل الحديث عن الصفقة العسكرية والمعدات العسكرية اللي بدها تبلغ قيمتها مليار دولار واللي حتقدم إلى الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع المقبلة، هذا يعني أنه في شبه موافقة أمريكية على استكمال عملية رفح، لكن ضمن عملية إخلاء عم يتحدث عنها الجانب الأمريكي بكل اجتماعاته. وهذا الكلام قاله جاك سوليفان لكل المسؤولين العرب اللي تواصل معهم، أنه هناك يجري تحضير مخيمات، انتهى الرصيف البحري إلى حد ما على شاطئ غزة، كمان هذا مرتبط بسياقه الإقليمي والدولي، موضوع الصراع الأمريكي الروسي كمان بينحكى عنه بشكل مفصل. لكن اليوم على مستوى المعركة الحاصلة في قطاع غزة هناك رغبة أمريكية واضحة مع الجانب الأوروبي لحل هذا الملف بشكل سريع، لأنه بات ملف غزة ليس لا يستنزف فقط الحضور الأمريكي بالشرق الأوسط، معركة غزة انتقلت لتصبح معركة انتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية. سؤال سريع، يعني بما يتعلق بالعملية البرية في
رفح. نحكى أنه هناك رغبة أو هناك خطة إسرائيلية بنقل حوالي 800 ألف من النازحين من رفح إلى المواصي، منطقة المواصي. هل هيدا الشيء يعني حكما رح يصير؟ ليك ما حكما حيصير انطلاقا من مسار أساسي أنه هناك رفح من صحراء وفجأة إجوا الناس سكنوا فيها وهربوا. اوريدي رفح موجودة وفيها سكان، وفيها وليس مكان نزوح أو مكان لجوء. هناك حكما جرى عملية نزوح صارت خلال الأيام الماضية، بنحكى على في مين اليوم كتب 700 ألف، لكن الرقم اللي عم تتحدث عنه حكومة غزة اللي هي بتقدم اليوم الأرقام الحقيقية أن هناك 300 ألف نزحوا من رفح باتجاه المناطق، إن كان بالشمال شوي وخان يونس وبعض المناطق من المواصي، لكن عملية أنك ترجع تعمل تهجير على المواصي لسكان رفح منا جدي. هناك حديث أنه لا نحن بدنا نثبت بأرضنا، بدنا نضل عم نواجه إلى اللحظة الأخيرة، لأنه أصلا هذه المقاومة لها بيئة حاضنة. بلنا اتفقنا مع حماس أو اختلفنا، لكن الأكيد اليوم أنه معركة رفح يجري استكمالها، لكن وفق قواعد أمريكية، بدليل ما تسرب اليوم بصحيفة الفوجن أفير بالحديث عن أنه هناك عملية تبديل للضابطين الأمريكيين الجنرالين الموجودين في غرفة العمليات العسكرية الأمريكية بضابطين جداد اشتغلوا بعملية الموصل خلال فترة وجود داعش وإلى ما ذلك، ما يعني أنه نحن اليوم أمام رغبة أمريكية بتقليل حجم الخسائر على المستوى الأمريكي أولا، ولا ينعكس ذلك على الانتخابات 100%، وأيضا لحل سريع للملف الحرب في قطاع غزة. أستاذ صهيب بدك تسمح لي بدي أخذ فاصل إعلاني قبل أن نتابع هذه الحلقة، وسنكون في مداخلة مع أستاذ وسيم سالم مباشرة من تركيا، وهو مواطن في غزة ولكنه يعيش الآن في تركيا. مشاهدينا فاصل ونواصل هذه الحلقة. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الحلقة من برنامج الحدث، وانتقل للحديث مع استاذ وسيم سالم مباشرة من تركيا عبر تقنية زوم. يعطيك العافية استاذ وسيم. اهلا استاذ ادم. بس اذا بدك تسمح لي بس بدي اشرح شوي للمشاهدين يعني لماذا نجري هذه المقابلة، المعاناة وايضا يعني القصص المؤثرة من غزة كثيرة، اكثر من 35 الف شهيد منذ بداية العدوان. ولكن لفتني وانا يعني أقرأ التحقيق الذي أجرته قناة CNN عن المعتقلات وعن ظروف الاعتقال في الأراضي المحتلة. تغريدة حضرتك نشرتها اكتشفت فيها أنه شقيقك لا يزال على قيد الحياة بناء على الصورة الوحيدة اللي سربت في هذا التحقيق. أول شيء بدك تشرح لي يعني منذ متى وأنت تبحث عن شقيقك، وهل صار في إمكانية التواصل معه من بعد معرفتك عبر الأجهزة يعني الأجهزة الإغاثة الصليب الأحمر؟ بس تخبرنا بالتفصيل عن ماذا جرى في هذه الحادثة تحديدا. أولا أشكرك أستاذ أدم على الاستضافة، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك. اللي صار كالآتي، تقريبا قبل أسبوع بالضبط أنا تفاجأت أثناء قراءتي لتقرير CNN بوجود تقرير بيرصد أنه في مساجين في أثناء مساجين من غزة مختفين. في أثناء التصفح إلى التقرير أنا وجدت صورة أخوي إبراهيم صدفة، يعني تم التعرف عليه من هيئة الأولى من بعد بحث 5 شهور تقريبا، ما ضل أي مؤسسة ما ضل أي محامين إلا وتواصلنا معهم الصليب الأحمر دون أي جدوى تقريبا من 5 شهور. فكانت هذه الصورة بريق الأمل إنه أخويا عايش لسه مش في قبر. تأكدت من إنه هذا شقيقك اللي بالصورة؟ أي نعم، أنا مباشرة مجرد ما شفت الصورة لفت أول حاجة لفت انتباهي اللي هو هيئة أخويا، فأرسلت الصورة مباشرة إلى زوجتي وأختي وسألتهم هل هذا إبراهيم؟ وأنا خلاص يعني بتعرف صعوبة الإنترنت أو صعوبة الوصول في الإنترنت في غزة، فما توقعت يكون الرد مباشرة، يعني فيش نص ساعة ما بعد نص ساعة بالضبط إلا أختي وزوجته بيتصلوا علي وبأكدوا لي هذا إبراهيم هذا إبراهيم هذا هيئته الأولى. بنته أكدت نفس الكلام، هذا بابا هذا هيئته الأولى هذا شكله، لدرجة إني لقيت أختي عاملة لي سكرين، وبالتحديد بالصورة عاملة لي تحديد على إصبع رجله، وزوجته عاملة لي على وجهه إنه هذا شكل هي على إيديه،
فتأكدنا يعني انه ب 99% انه هذا شقيقنا يلي بنبحث عنه منذ 5 شهور. يعني شو كانت ظروف اعتقاله واين؟ وانت عم بتقول انه كان هناك فقد الاتصال معه حوالي 5 اشهر وكنتوا معتبرينه في عداد الشهداء. نعرف انه اعتقلوا لانه تم اعتقاله من كمال عدوان. ظروف اعتقاله كانت غريبه، كانت بقصه غريبه شويه. تم استهداف بيتنا في مخيم جبالية، وعلى اثر هذا الاستهداف فقدت 7 من عائلتي من اخوتي. وبناء على هيك اخوي ابراهيم اخذ اولاده واخذ اخواتي، راح اخذ يدفن اخواتي في المستشفى لصعوبه الوصول الى المقابر، فكان الدفن في مستشفى كمال العدوان في البرك خلفي لمستشفى كمال العدوان، فدفنهم هناك. فاخوي اولاده مصابين الثلاثه، نجوى ونانا وفاطمه، للعفو فاطمه ونجوى ووسيم ابن اخوي الصغير، الثلاثه في العنايه المركزه، واختي الناجيه الوحيده من استهداف البيت في المستشفى. فابراهيم رفض انه يغادر المستشفى بحيث انه في اولاده وفي اخواته يلي لسه امبارح دفنهم، اول امبارح دفنهم. فرفض مغادره المستشفى، واثناء اقتحام المستشفى تم اسر ابراهيم. ولكن المفارقه انه احنا ما بنعرف عنه ولا اي حاجه من 5 اشهر. انا ببحث عنه باستمرار في قوائم المفرجين عنه، في قوائم في صور المفرجين عنهم، ولكن ما وجدنا اي صوره او اي اسم انه ابراهيم موجود، انه عايش. لانه تعرف احنا ظروف الاعتقال اللي صارت في غزه بشكل او باخر، ظروف الاعتقال كانت غير، يعني غير من اي ناحيه، من ناحيه انه في اعدام ميداني بشكل كبير جدا. اغلب الاسرى يلي اخذوهم يا اما قتلوهم يا اما غيبوهم قصرا. فكان في صعوبه جدا في انه نتواصل مع الهلال، مع الصليب الاحمر، او مع اي جهه دوليه يفيدونا انه هل هذول الناس عايشين او ظروفهم ايش، او ما كنا بنعرف على اي شيء. حاولت جدا يا استاذ ادم، ولكن دون اي جدوى، الى ان وصلنا الى صوره التقرير هذه صدفه. عارف ايش يعني صدفه؟ انت قاعد بتقلب. كانت عندي عاده انه انا بقلب على الصور، كل صوره للاسرى المفرج عنه انا بعمل زوم عليها موبايل مباشرة، بقرب، بدي يعني أخوي، فاهم؟ بدي أي شكل من شكل أخوي، أي طرف عين من إبراهيم. من بعد ما نشر هذا التحقيق، هل تواصلت مع فريق العمل الذي أعد هذا التقرير؟ هل تمكنت من التواصل؟ أي نعم. الأستاذة عبير تواصلت معي بشكل مباشر، تواصلت معي وتواصل بعض الحقوقيين، ولكن بدون اي امل من اي ناحيه، من ناحيه الاجراءات المشدده التي تقوم فيها، التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي. وبالمناسبه انا مش اخويا، بس مش اخويا، انت قاعد احنا بنتكلم هنا عن 15000 اسير، بين 10 ل 15000 اسير اهاليهم بيعتقدوا كلهيتهم انه خلاص تم تصفيتهم ودفنهم في مقابر جماعيه او مقابر مجهوله. هذا هو الخوف. من هم عدد أفراد العائلة الذين استشهدوا قبل أن تنتقل العائلة أو جزء من العائلة لمستشفى كمال عدوان؟ وماذا حصل مع يعني أفراد العائلة الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى كمال عدوان قبل اعتقال شقيقك إبراهيم سالم؟ اولا استاذ ادم، العائله مكونه من 9 افراد. استشهد خليل، احلام، محمد، ليث، ادم، رامي، وفقد ابراهيم، واصيبت حنين، يعني طلعنا حنين من تحت ركام البيت. اصيب اولاد اخوي الثلاثه، فاطمه، نجوى، وسيم. تعرف اولاد اخوي الثلاثه دخلوا العنايه، انا حرفيا بدون اي مجامله فيها. اولاد اخوي اثناء القصف او بعد ما صار القصف، احنا جبنا اولاد اخوي من اسطح الجيران، بصورتها الحقيقيه جبناهم من اسطح الجيران بفعل الانفجار. فابراهيم رفض انه غادر اولاده في العنايه المركزه، اخواتي في كمال عدوان في البارك الخلفي مدفونين، فرفض انه غادر لاي سبب من الاسباب. يعني كانت فرصه قدامه انه يهرب من المستشفى، انه يشرد من الحصار، ولكن ما ترك اخواته، ما ترك اولاده. يعني هذه قصه من القصص الكثيره التي لا يمكن اختصارها، بس يعني نظرا لي الحادثة التي حصلت معك وإمكانية معرفة بالصدفة تواجد شقيقك ضمن معسكرات الاعتقال في الأراضي المحتلة، حبينا نستضيفك لإطلاعنا على هذه القصة، طبعا على أمل
الوصول أو التواصل مع شقيق إبراهيم سالم. أستاذ وسيم أنا بدي أشكرك شكر جزيل على هذه المشاركة، شكرا لك، وأتمنى أن يعني تتمكن من التواصل مع شقيقك في معسكر الاعتقال. شكرا جزيلا لك. أشكرك جدا يا أستاذ أدم، يعطيكم العافية على البرنامج. شكرا على الاستضافة. نعود إلى ضيف في الاستوديو أستاذ صهيب جوهر. طبعا قصة مؤثرة جدا، لا يمكن اختصار حجم المعاناة، ولكن مثل ما ذكرت صدفة جدا، يعني أنا تفاجأت حتى عم تصفح المقال المشير بهذه التغريدة اللي ذكرها، فقمت مباشرة بالتواصل معه لأرجع للوضع اللبناني وبما تبقى لنا من وقت. منذ يومين تحديدا يوم أمس قام حزب الله بعملية ضد المواقع الإسرائيلية، وفي شرح هذه العملية بالإضافة إلى جبهة المساندة، وذكر بأن هذه العملية هي ردا على اغتيال شخصية ضمن حركة حماس وهو شرحبيل السيد. بداية في كتير تفاصيل تنحكى عن هذه الشخصيات الذي تم اغتياله مؤخرا من الجماعة الإسلامية ومن حركة حماس، ولكن بدي أبدأ معك بشرحبيل السيد وحجم أو أهمية هذا الاغتيال الذي حصل. لك أنا شخصيا ما بعرفه للشهيد شرحبيل السيد، أول شيء من عزي عائلته يلي في عندي بعض الصداقات قريبة من العائلة، لكن بس تحكي بهيك بحكم كل علاقتي مع أهل البقاع الغربي، بس تسألهم عن هذه الشخصية بيحكوا لك قديش هو شخصية تمثل هذا المجتمع البقاعي المنفتح، رغم أنه هو فلسطيني جنسية، لكن نشاطه الاجتماعي في منطقة البقاع الغربي، علاقاته المتنوعة، يعكس الصورة الانفتاحية الموجودة عند أولا عند أبناء هذه المنطقة، ثانيا عند هذا الجيل الأساسي من أبناء الجماعة الإسلامية وحركة حماس الموجودين في هذه المنطقة نتيجة التداخل اللبناني الفلسطيني بعد حرب 48 و 67 والنزوح واللجوء الفلسطيني. شرحبيل السيد هيك بدردشة سريعة مع بعض الأصدقاء في منطقة البقاع الغربي بيحكوا لك قديش أصلا هو مندمج بالقضية الفلسطينية ومواكب لها منذ اللحظة الأولى وتحديدا منذ لحظة نفي إسرائيل لعناصر حماس والجهاد الإسلامي على مرج الزهور، كيف كان يقطع الوديان والحواجز اللبنانية والإسرائيلية ليوصل يحتضن هؤلاء الشباب اللي بعدين صاروا اليوم مقاومين وعم يصنعوا حدث تاريخي كتير كبير بقطاع غزة وفي الضفة الغربية. اثنين انه العلاقة بين ابناء البقاع الغربي تحديدا من ابناء بلدة المنارة والقرى المحيطة فيها نتيجة نشاط شرحبيل السيد شهيد شرحبيل السيد بهذه المنطقة بالكشاف وبالعمل الدعوي بيعكس كمان عملية الاحتضان وعملية الاستقطاب اللي كانت تصير خلال السنوات الماضية واللي بتعبر بصراحة عن امتزاج او انخراط الجماعة الإسلامية في السنوات الماضية أكثر من اليوم طبعا مع المجتمعات المحيطة والمحتضنة لها، بعيدا عن كل ما يجري اليوم من عمليات يعني تصعيد كلامي ورفع الأصبع يوم، بس لأنه صار في عند أمين عام الجماعة الإسلامية متلازمة أمين عام حزب الله موضوع رفع الأصبع والتهديد دون العودة إلى لافت جدا يعني بتشييع شرحبيل السيد خلافا للتشييعات التي حصل هناك إشكاليات عديدة حول الظهور المسلح، ما كان في أي ظهور مسلح لأنه شرحبيل السيد ابن بيئته، وهذه البيئة السنية المحتضنة للمقاومة الفلسطينية والمحتضنة لفكرة المقاومة هي تدرك اليوم حساسية هذه المنطقة وأبناء هذه المنطقة حكما ما كتير بتشبههم عمليات الاستعراضات العسكرية اللي عملتها الجماعة الإسلامية. لكن كمان بدنا نضيف فكرة أساسية أنه أكيد ما حدث في الاستعراضين السابقين في بيروت وفي عكار وعملية الضغوط اللي صارت والمواقف السياسية يلي من قبل نواب السنة واللي كان موقفهم كتير عالي تجاه هذا الموضوع بعتقد ساهم الموقف تبع الجيش اللبناني والجهاز الأمني أنه بعدم تكرار هذه المظاهر، لأنه حزب الله نفسه اليوم يلي كل الناس تتهمه أنه مسيطر على الواقع السياسي في لبنان احضار كل تشييعاته للشهداء اللي بيسقطوا عنده ما فيه قطعة سلاح وحدة، ما يعني أنه في عملية احترام للقرى وأصلا احترام للشهداء بعدم إطلاق الرصاص، لأنه الظروف الاجتماعية والاقتصادية أصلا يجب أن توفر هذا الرصاص لأي مواجهات مستقبلية. هل اغتيال شرحبيل السيد يعني في حكي كتير عن دوره المحوري فيما يسمى بخلية القيادة الفلسطيني صالح العروري، وهناك حديث كثير عن أهمية
دوره العسكري، شو في عندك معلومات حول هذا الموضوع؟ أكيد يعني بحسب كمان المعلومات أنه هذه ليست المرة الأولى التي يجري استهداف فيها شر حبيل السيد. المرة الماضية نجا من محاولة السويري. اغتيال منطقة السويري ونجا نتيجة أنه هو يقال أنه رمى هاتفه وتستهدف المحل اللي فيه الهاتف ونجا من محاولة الاغتيال لأنه يلعب دورا محوريا في عملية المقاومة. يعني هذا بيسألك هي الإصرار على استهدافه ونجاته من المحاولة السابقة يؤكد أنه له دور محوري أو لقل له دور عسكري كبير في هذا التنظيم. ليك أكيد هو شخصية متواضعة وغريب من الناس بحسب ما عم تحكي كل الأوساط القريبة منه، والواضح أنه مساهمته بعملية طوفان الأقصى أو مساهمته بجبهة الإسناد خلينا نقول بشكل أوضح من لبنان كانت مساهمة جدية، لأن أن يجري استهداف شخص أكثر من مرة هذا يدلل على أنه العدو الإسرائيلي المجرم اللي عم يرتكب اليوم المجازر في الجنوب وفي غزة مصر على ضرب كل البنية العسكرية والأمنية لكل قوى المقاومة الموجودة في لبنان، ومن ضمنهم الواضح أنه الخلية اللي كان يتحدث عنها الجميع، خلية الشهيد صالح العروري اللي كانت عم تدير كل جبهة الإسناد الخارجية، من ضمنها الشهيد شرحبيل السيد والمحيطين فيه، والشهيد اللي سقط معه بالتشييع من يوم ما بعرف إذا سقط أو لا، لكن الواضح أنه حجم الاستهداف يدلل على حجم الشخصية. إصرار الجانب الإسرائيلي على استهدافه واضح أنه كان له دور أساسي في عملية المواجهة مع العدو الإسرائيلي من جبهة لبنان. سؤال أخير قبل ما نختم، سواء شرحبيل السيد وأيضا الشهداء الآخرين الذين سقطوا باستهدافات إسرائيلية، رح أذكر على سبيل المثال مصعب خلف، لافت جدا، يعني بنعرف كلياتنا حجم الانقسام اللي حصل أو حجم التوترات التي حصلت بين حزب الله وبين الفصائل الفلسطينية أو فصائل السنية خلينا نسميه هون على خلفية الحرب في سوريا. في أسماء عم بتم استهدافها حاليا كانت عم بتشارك بمواجهات عسكرية بينها وبين حزب الله في سوريا، قديش هيدا الشيء اللي عم بيصير حاليا تعتبره تحول في هذه العلاقة بين هذه المكونات السياسية والمذهبية، أو يعني هذا شيء ظرفي جدا لا يمكن البناء عليه على ربطا بحجم الخلاف أو حجم النظرة للعلاقة مع النظام أو علاقتها مع حزب الله؟ ليك سريعا حتى هيك نحكي بشكل سريع حول هذا الموضوع لأنه يمكن عم يدهمنا الوقت. نمبر وان، الأكيد أنه القاعدة الصلبة للجو السني الإسلامي وتحديدا من ضمن جو الجماعة الإسلامية، أكيد 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 ما الصراع مع حزب الله لازال قائما، يعني إذا بدنا نحكي لأنه ما حدث في سوريا لا يمكن نسيانه بجرة ألم، لكن الأكيد أيضا أنه القضية الفلسطينية تمس هذه البيئة بشكل مباشر، وهل كل النقاش إذا بتحكي بالأروقة الداخلية مع كل هذه الكوادر والأعضاء والشباب اللي بينتموا لهذه البيئة بيتحدثوا أنه هذه مرحلة ظرفية، مرحلة أنه نحن هلأ عم نشيل الصراع السياسي إلى مرحلة ما بعد الحرب إلى هدف أسمى، وأصلا هن هذه البيئة نفسها تتحدث أنها منزعجة ومنقسمة حول فكرة أخذ هذه البيئة وتحديدا قيادة الجماعة الجديدة إلى حضن حزب الله بهذه الطريقة الفجة والمستغربة واللي ما بتشبه أبدا لا الجماعة ولا بتشبه البيئة السنية. وأكيد أنا أعتقد أنه بعد الحرب، أنا لست جزءا من هذا التكوين، لكن أنا أعتقد من خلال بس متابعتي اليومية أنه ما بعد الحرب سيجري نقاش بشكل جدي حول طبيعة ومستقبل العلاقة مع حزب الله وطبيعة ومستقبل هذا التواصل اللي جاري اليوم، ربطة أنه هذه البيئة إلى هذه اللحظة متأثرة مما جرى في سوريا، وتحديدا موقف النظام السوري بالحرب على غزة زاد لدى هذه البيئة قناعة أكبر أنه هذه الأنظمة يلي تدعي أنها جزء من هذا المحور تتقاعس، ولا مش بس تتقاعس، هناك نقاش حقيقي أنه تتحدث أنه منتظرة أنه تقبض أثمان ما بعد الحرب لأنها غير مشاركة في الحرب بحجة أنه الحصار والظروف السياسية والأمنية الموجودة في سوريا. لكن الأكيد أنه الشارع السني ما بعد الحرب سيعيد تشكيل نفسه وتحديدا لدى هذه البيئة، مش ما حيروح يمكن على كلاش كبير مع حزب الله، لكن أكيد منه حيرجع يصير في هيدا عملية التماهي. على الرغم اللي عم تقوله بس هو لافت أيضا، يعني هنا نحن عم نتحدث عن أشخاص
كانوا عم بيقاتلوا في سوريا ضد حزب الله. حزب الله وهلا عم بيصير في نعي لهم من قبل حزب الله وايضا عمليات انتقاميه على اغتيالهم. يعني على سبيل المثال مصعب خلف تم تشييعه او اجراء مراسم لتشييعه في ادلب من قبل جبهه النصره، ومع الرغم من ذلك حزب الله قام بعمليه انتقاميه لمقتله. في شيء يعني اقل ما يقال عنه انه مش غريب بس انه لافت جدا بخلط اوراق في هذه العلاقه. هيدا نتيجه شغلتين اساسيتين، الدور المحوري لحركه حماس بربط العلاقه بين القياده الجديده للجماعه الاسلاميه وبين حزب الله، واثنين سعي حزب الله بالمراحل والسنوات الأخيرة لتخفيف حدة الاحتقان مع الشارع السني، من ضمنه عملية الحديث عن دمج هذه البيئة بالمقاومة. وهيدا الحديث أصلا معيب لأنه هذه البيئة ولا يوم انفكت عن فكرة المقاومة العدو الإسرائيلي بشتى الظروف بشتى الوسائل، لكن اليوم حزب الله كتير حريص أن يظهر لكل الناس شو أنه هذه البيئة خرطت معه. لكن الخوف الأكبر قبل ما نختم أنه بكرة على مذبح التسويات وتقاسم الحصص وتركيب الملفات واللي بدك إياه في اللحظات الأخيرة أن يجري التضحية بهذا الفصيل أو بذاك، لا تقديمه عربون تسوية للطرف الآخر، وهذا الشيء المخيف وهذا اللي نحن عم نقوله من اليوم الأول. هذا الانخراط المباشر والسقف العالي في المواجهة يحتاج إلى طريقة تفكير مختلفة وليس إلى الذهاب نحو العواطف ورفع الأصبع والتهديد اللي عم تصير منذ اللحظة الأولى. الصحافي والكاتب السياسي صهيب جوهر، أنا بدي أشكرك على المشاركة في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول إليكم مشاهدينا، ونلتقي في حلقة مقبلة.